أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. هذا أذان العصر، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. هذا أذان العصر، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك.